هو العيد ولا يصلح له شعارا غير السرور، فهذه المناسبة الدينية العظيمة استقبلها أهالي محافظة حضرموت كحدث تتجدد فيه مشاعر البهجة والسعادة، وتتوثق فيه الروابط الأسرية والاجتماعية، كما أن له مظاهر ليست منفصلة عن تلك المذكورة. فها هي الأسر بأعدادها الغفيرة تطلق العنان للأطفال لأخذ نصيبهم من التنزه واللعب. في ظل الظروف الصعبة، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، في ظل إلا أنه الحمد لله رب العالمين من ناحية الأمن، نحن مرتاحين منه اللي هو أكثر عن الأمن، الأمن في البلاد الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا اليوم كنت سعيد جدا أنه موجود في حديقة الشحر، طبعا حديقة السعاد. المواطنين كانوا متواجدين بشكل غير عادي على رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وعلى الجانب النقيض تحضر الشكوى من عدم وجود متنفسات كافية تستوعب شتى الفئات، فالشباب يتذمرون من حصر دخول الحدائق على العائلات لغياب التخطيط الحكومي لأماكن التنزه كما يرون. فرحة العيد يعني حسب ما تشوف هو عيد أطفال عندنا بالذات في اليمن بشكل عام، لا توجد منتزهات زي الناس، لا توجد يعني ملاهي أو أي حاجة. بالنسبة للتخطيط أو بالنسبة للمنتزهات في الجنوب كامل معدومة وبالذات حضرموت. والله بالنسبة للحدائق هي مخصصة للعوائل فقط، فالشباب ما لهم شيء صراحة في الشيء هذا، لا حدائق وأحيانا البحر ممنوع الشباب من نفس الحكاية. الشباب يطلبون من منتزهات ويطلبون رفاهية، فذلك معدومة بالضبط الشباب من تمشي في المنطقة هذا بالضبط. إن استبشار المواطن بقدوم العيد يستلزم دأب السلطات المحلية بالمحافظة إلى خلق حدائق وشواطئ مؤهلة كفيلة باستثمار إجازة العيد، فالنفس البشرية لابد لها أن تحظى بالمتعة والترفيه.